ترى عيناه أسحر من هذه اللقطات وأرسخ في الذاكرة، يؤكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ويضيف: من هنا انطلقت حضارة كلها علوم واكتشاف، ولا بد من البناء على هذا الإرث بثقة لا تعرف الحدود وعزيمة لا تعترف بشيء اسمه مستحيل. الرائد السلطان وثق هذه المشاهد وهو عائد إلى الأرض بعد قضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، متوجها لكل المتابعين بكلمة وداعية وسط حالة من الترقب العالمي لمتابعة هذه اللحظة التاريخية. والأشياء اللي سويناها على متن المحطة كانت جدا رائعة، شاركنا المجتمع علوم الفضاء وأهمية الفضاء وليش نحن نروح للفضاء. نصف عام من الأبحاث، 1000 ساعة عمل، 200 تجربة علمية تنوعت بين زراعة النباتات وسلوكيات السوائل وإنتاج البلورات، إضافة إلى العلوم الإنسانية وعلم المواد. ومن التجارب الرائدة التي نفذها النيادي تجربة السير في الفضاء والمشاركة في تجارب طبية بهدف تطوير الأدوية واختبار صحة الرواد، ومنها تجربة نمو الأجسام المضادة وحيدة النسيلة بروتين كريستال النمو 2 على محطة الفضاء الدولية. نعمل هنا كعائلة وحدة لأهداف سامية وهي منفعة البشرية. الحمد لله الله وفقنا في قضاء 6 أشهر كانت سريعة، ولكن هذه مش النهاية، راح تتبعها بإذن الله مهمات أخرى في المستقبل القريب. دراسات تفيد المجتمع العلمي والباحثين داخل دولة الإمارات وخارجها، إنجازات تحقق أهدافاً استراتيجية لدولة الإمارات وتعيد للأمجاد العربية ألقها ومكانتها التاريخية. وطبعاً بالنسبة لنا يمكن أهم شيء من خلال المهمة هذه أن نتعلم كيفية العيش في الفضاء والبقاء في الفضاء لمدة طويلة، لأن اليوم إذا نبغي نرسل رواد فضاء إلى سطح القمر أو نرسل رواد فضاء إلى كوكب المريخ لازم نرسلهم لفترات مطولة. شملت مهمة سلطان جانبا مجتمعيا تبلور في سلسلة لقاء من الفضاء، حوارات جذبت أكثر من 10,000 شخص وللعائلة حصة بالتأكيد، فها هو الابن يسأل عما يحبه في الأرض والفضاء ليجيبه بحكمة الرائد ودعابة الأب المشتاق. والله يا حبيبي عبد الله، اكثر شيء احبه في الارض طبعا انت والعوده للوطن، ولكن اذا قصدك شو اكثر شيء حبيته في الفضاء، طبعا يا عبد الله نحن مثل ما تعرف في بيئه الجاذبيه الصغرى نقدر نسوي وايد اشياء انت تحبها، يمكن فبيئه الجاذبيه الصغرى جدا جميله، نقدر نسوي كل شيء، نطير من مكان الى اخر. والحمد لله هاي التجربه شاركتكم فيها، وان شاء الله راح اشارككم تجارب اكثر فيما بقى من وقت. وكما فخر الأبناء يجيء اعتزاز الأب بصورة شعرية كاملة: أقول سجل يا تاريخ واكتب للزمن، البطل سلطان يمشي في فضاه، حط سمعة للعرب باسم الوطن، واسمه مسطر بفعله مع نباه، والفخر والمجد يبغي له فطن مثل سلطان النيادي وأخوياه. صوب الفضاء شخصت الأبصار تطلعاً لرحلة العودة وترقباً للحظة الوصول ونجاح أول مهمة عربية للسير في الفضاء وتحقيق حلم مؤسس البلاد وباني عزها. يا